نعم حماكم الله يا حماة الوطن، حماكم الله يا حماة الوطن، حماك الله يا أخانا ويا حبيبنا أبا بشير، حماك الله، حماك الله يا أخانا ويا حبيبنا الدكتور رامي الحمد لله. يا جماهير شعبنا العظيم، نحييكم بتحية فلسطين الشهداء، تحية فلسطين الشهداء من رفح حتى جنين كراد، أهلنا الصامتون الصابرون. لقد استهدف كياننا الوطني، لقد استهدف كياننا الوطني بعمل قذر، العمل القذر الجبان الذي استهدف موكب رئيس الوزراء الدكتور رامي الحمد الله والأخ المناضل مدير المخابرات العامة الفلسطينية الأخ اللواء ماجد فرج. هذا الفعل الإجرامي الذي هدفه ضرب المصالحة الوطنية وتدمير حلم الوحدة الذي يسعى له أبناء شعبنا الشرفاء جماهير نابلس، إننا إذ نؤكد في بياننا هذا على ما يلي: أولاً نستنكر وبشدة هذا العمل الإجرامي، ونطلب من الجهات المختصة ملاحقة الفاعلين، ملاحقة الخونة، ملاحقة الخارجين، وإزالة أقصى العقوبات بحقهم. ثانياً نؤكد على ضرورة تغطية الفرص على كل من يحاول النيل من شعبنا ومشروعنا الوطني وإخوتنا الدكتور رامي الحمد الله والأخ المناضل رئيس المخابرات العامة اللواء ماجد فرج. ثالثاً ضرورة إنجاز ملف المصالحة وإنهاء كل القضايا العالقة حتى نستطيع المضي خدماً لتحقيق حلم الدولة والاستقلال. جماهير شعبنا البطل، الوحدة الوحدة حول قيادة الشرعية وعلى رأسها الأخ الرئيس أبو مازن، والاستفاف الاستفاف في هذه المرحلة المسيرية من تاريخ شعبنا للمحافظة على تضحياتنا وللمحافظة على الثوابت التي رحل من أجلها قائد مسيرة شعبنا الشهيد القائد ياسر عرفات. إخوتكم حركة التحرير الوطني الفلسطيني فتح منطقة قلعة الشهداء، كلنا معك يا أبا بشار، وكلنا معك مع الدكتور رامي الحمد لله. وشكرا جماهيرنا.